نزلاء كالي أو مخيم الأطغال في الشمال الفرنسي لاجئون ومهاجرون بدافع تحسين أوضاعهم المعيشية أو بهدف لم الشمل مع عائلات لهم تعيش في بريطانيا. تحدى هؤلاء الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المهاجرين وأنصارهم من المحتجين بينهم ناشطون من اليسار المتطرف احتشدوا خارج المخيم. تحدي للحظر ومحاولات الحكومة إغلاق المخيم وتوزيع قاطنيه على مناطق مختلفة من فرنسا. ذلك أن شرطة باتكالي حظرت منتصف الأسبوع الجاري هذه التظاهرة الداعمة للمهاجرين التي كان مقررا أن تنطلق من المخيم لتبلغ وسط المدينة. كما قطعت الشرطة على بعد نحو 48 كيلومترا من ميناء كالي طريق 150 من المحتجين غادروا العاصمة باريس على متن 4 حافلات باتجاه الميناء. موجة احتجاج على الظروف المعيشية في المخيم، حيث معظم المهاجرين من أفغانستان والسودان وإريتريا والعراق وإيران وسوريا، وكلهم يرغب الوصول إلى بريطانيا والبقاء بالمخيم العشوائي الذي يعود إلى أكثر من 15 سنة. الرئيس فرانسوا أولاند دعا إلى ضرورة تحمل البريطانيين نصيبهم من الأزمة، وقد تعهد بإغلاق المخيم بحلول نهاية العام، وهو يؤوي بين 7 و10 آلاف يعيشون على أمل دخول الأراضي البريطانية خلسة عن طريق قطار الأنفاق أو الشاحنات التي تعبر المانش على سفن تجارية كبيرة. رياض عاشور، العربية.